هاكو الناس هالقطره فين جات؟ جات قبيله قبيله كبدانه جامعه اركمان وعلى وادي سما وادي تيميلان باش يعرفوها الناس. وهاد القنطره كيفاش جات الفكره اخوان؟ اكثريه الناس المهاجرين على برا اللي عندهم الغيره على وطنهم وبلادهم وخاصه دوارهم. هاد القنطره كانت شي حاجه خايبه هنا في الدوار، ولذا هاد الناس اللي غالبا في المهجر هما اللي فكروا باش ينشئوا واحد الجمعيه باش نديروا هاد المشروع ديال هاد القنطره واماكن اخرى وقنطرات اخرى ماشي غير هادي. لهذا الناس دابا غالبا حتى الناس ديال المتقاعدين عندنا هنا في الدوار، وراهم ساكنين عندنا برا ماشي غير ساكنين في الدوار، ساكنين برا في زيو ولا في الناظور ولا في القريه، هما تما المساكن هما اللي عاونونا بزاف وساهموا معنا في بناء القنطره وقنطرات اخرى. وهذا الانجاز كما قلت لك انا فخور الناس ديال غالبا سي سميتو الدعباب محمد بن عيشة القايد الروح وحموش الدراك محمد، هما اللي فكروا في هذا الانجاز وجمعوا لنا الفلوس من عند الناس اللي ساهموا معنا، هما ساهموا معنا ماديا ومعنويا، هما وقفوا معنا وعطونا الفلوس لا هما لا عائلتهم، شي حاجه كثير الله يكثر خيرهم ما غننساوش خيرهم. وكنشكروا شي ناس عاود اخرين في بلجيكا في الديار البلجيكيه، عائله مروان محمد ومروان خوه حتى هو مجيد حتى هو راه دار لنا واحد الانجاز كبير الله يكثر خيره ويخلف عليه، دار لنا واحد 3 كيلومتر ونص ديال البذرون من فيرمو ليمان حتى لهاد القنطره تقريبا. وهاد القنطره كما كنقول لك زعما كانت هذه دايره بزاف على الناس، كانت تحرم مجموعه من السكان من الناس بهذه المنطقه هذه للعبور من هذا هو. ودابا حنا كنفكروا عندنا هذا راه غير المشروع الاول، راه باقي لنا مشاريع اخرى، الشطر الاول هذا باقي لنا اخرين عندنا شي كنات اخرين درناهم باقي خصنا لهم عاد سميتو. وكنطلبوا من هذا المكان الناس المحسنين اللي كيشوفونا هنا يعاونونا ويساهموا معنا، والله لا يضيع اجر المحسنين. وهذا ما نقول لهم اكثر الناس ديال برا، الناس ديال برا زعما يشوفوا فينا هنا، راه حنا كنعاونوا في سبيل الله، راه كاين اللجنه ديالنا راه ما كاين حتى شي حاجه باش يخافوا ولا شي حاجه، وحنا كنديروا لوجه الله وكنعاونوا حتى حنا، راه ماشي غير كنوقفوا، حتى حنا كنعاونوا ماديا ومعنويا. والناس ديال الدوار اللي ساكنين اكثر خيرهم يخلف عليهم، حتى هما واقفين معنا واخا ماديا معنويا تيجيو عندنا وهذه كيساهموا معنا ويوقفوا معنا اشنو خاصكم. وهذه هذا هو اللي ما نقول اللي نقول كنطلبوا الناس من هذا المكان المحسنين ديال الناس برا ولا ديال هنا وجميع الناس يعاونونا ويدعمونا بشويه سميتو باش نكملوا القناه الاخرين، باقي لنا شي حاجه اخرى ما كملناهاش والله يرحم الوالدين. وهذا عاود كنشكر واحد السيد اللي شاب زعما وقف معنا بزاف، المقاول ديالنا السي الحسن، راه لو كان ماشي هو راه ما غنديروا والو الصراحه، راه ما حسب حتى شي حاجه، حسب غير الماتيريال، اما الفضل راه ما رجعت ما دار حتى ريال معنا، راه جاب الخدامه وكل شيء كنخدموا معاه وكنحسبوا معاه، ذاك الشيء اللي دار هو راه دار مسكين حتى هو عاوننا في سبيل الله، راه ما دار فضل لا والو، راه القنطره راه كانت غتقام واحد الثمن كثير وكان ماشي هو، والله كثر خيره هو اللي نصحنا قال لك زيدوا لقدام، ما كنا خايفين احنا نخلاو في الناس ديالو المساعده ديالو المجهود ديالو كل شيء هو اللي خلاكم توصلوا للمستوى ديال هذا. وفعلا هو زعما الله كثر خيره وخلف عليه جابنا في باب الرحمه الصراحه، لو كان ماشي هو لو كان باقي عاد كنفكروا ونجمعوا ونديروا، هو زعمنا على هذا المشروع هذا، لو كان ماشي هو كان حنا باقي ما درنا حتى شي حاجه، والله كثر خيره وخلف عليه والله الفضل كيرجع لك. كان يد مساعده لانشاء اكثر زعما الصراحه اكثر منا، حنا كنا خايفين لو كان ماشي هو ما نديروا حتى حاجه، هو يد المساعده. وكنشكر الجميع الحضور وكل شيء الغايب كل شيء الحمد لله.